برنامج حملة تعزيز التعاون بين المعلمين وأولياء الأمور. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون بين المعلمين وأولياء الأمور لأجل التأسيس لتعليم دامج وإنشاء مدارس دامجة حكومية للأطفال ذوي الإعاقة أو صعوبات التعلم. شارك بالبرنامج 38 معلم بالإضافة إلى 106 من أولياء الأمور بثلاث محافظات، كل محافظة في مدرستين. مراحل المشروع كانت بداية تأهيل وزيادة كفاءات المعلمين وأولياء الأمور المختارين، بعدها تم نقل المعرفة لباقي المعلمين وأولياء الأمور في باقي المدارس الستة، وبعدها تم العمل على أنشطة العمل المنزلية. شعور كثير حلو، ما ترددت ابدا اني انا اشارك معي في البرنامج، حتى ما كنت اعرف يعني ايش هو البرنامج، بس طول ما هو بخص بنتي اكيد انا معاها. كثير ممتاز لما يكون في اشياء لاشخاص ذوي الاعاقه زي هاي، كانت انشطه واشتراكات كثير حلوه. اكثر نشاط استمتعت فيه انه هو ارسم شيء من الخيال، انا انه ما يعني ما عمري ما خطر ببالي اصلا اني ارسم وانا مغمضه، انه شيء من الخيال. ماشي الواحد بيتخيل بس ما برسم، فحلو اني انا رسمت يعني وطلعت اشياء ما كنت حتى انا يعني مطلعيتها أصلاً قبل. كان معنا يعني أولياء أمور جداد، لأنه كنا نعرفهم يعني بس مقابل يعني بس زيارات فردية، أما لما صارت الجلسات هاي كانت فرصة جميلة جداً أن نتعرف على بعض أكثر. فادتني بنقطة مهمة كتير اللي هي نوصل لمعلومات مهمة في دراسة الحالة عن أطفالهم. يعني كانت هاي الجزئية شوي يعني مغيبة بالنسبة لهم، لما ما كانوا مرتاحين يحكوا. لما صار التعارف وعرفونا أكثر صار عندهم يعني ثقة أكثر، صاروا يعطونا معلومات أفضل. قررت لأني بدي أدعم زيد، بدي أقوي شخصية زيد، يعني بدي المجتمع يتقبل زيد. ما كنت بعرف أنه أطفال متلازمين الداون لازم يندمجوا، والحمد لله وصلت للمدرسة هاي وكان استقبالهم منيح إنا، ويعني والجلسات كانت نستفيد منها إحنا أحسن لأولادنا، المعاملة كيف بنعملهم، كيف نقوي شخصيتهم بين الأطفال. كمان يعني بتحس بالراحة لما كنا نروح على الجلسات، بدعموا الأهل وبدعموا الطفل، يعني بدعمونا اثنين. يعني بتروح وانت مرتاح نفسيتك، كيف بدك تتعامل مع طفلك، كيف بدك تحكي معاه، كيف لو انه ما بيعرف يحكي بس بدك تحاول تقعد معاه عشان تسمع ايش بده يحكي، بتكون هو مبسوط اكثر منك. قبل البرنامج كنا نرعى مؤمن ومهتمين فيه، لكن يمكن كانت الطريقة خلطة، مش منظمة مش علمية. بعد البرنامج احنا استفدنا كثير، لأنه صار حتى عندنا أنشطة كيف احنا نعبي وقته داخل البيت. كثير حسينا أنه احنا في البيت صرنا قادرين نساعده أكثر، نتعامل معه أكثر، استجابته الحمد لله أفضل، الوعي عنده زاد والإدراك زاد. أكيد التنوع فادنا كثير، والمشاركات كمان فادتنا كثير، وإن إحنا نشوف من مختلف المحافظات خلينا نحكي ومن مختلف الفئات شجعتنا كثير. استفدنا كمان من خبراتهم، من طرق حلولهم لبعض المشاكل اللي كانت تواجههم، وزاد عندنا الصبر، زاد عندنا الإصرار، لأن شفنا قصص نجاحهم، شفنا إنجازاتهم.